طلعها. لو سمحت عايزين نوصل التعليم لعندكم. وماله يا اخويا اتفضل. جرأة ايه يا اختي؟ جرأة ايه يا حبيبتي؟ مش قادره تفتحي الباب يلا تنكسر رقبتك؟ يعني افتح وانا عريانه؟ الف مبروك لكريمه، ربنا يتمم بخير يا اختي. الله يبارك فيك يا وبلطه مطلم وفاتي. في حياتك يا حبيبتي، يلزمش اي خدمه اعملها لك. انا عاوزه بس البنات تلبس وتنزل بدري عشان يحضروا الحنه مع كريمه. طبعا يا اختي دي كريمه اختهم، سخرتي يا بنتي يا فاتن. من عينيا. شكلنا عبالها مزمزلات. تعيش يا اخويا، خد الباب معاك. صينيه البطاطس خلصت. طفيتي على الرز؟ طفيت على الرز وكمان سلقت لك الكرنب، في ايه تاني؟ روحي يا طماطم يا بنت كبدي، الهي يا رب يعدلها لك ويرزقك بابن الحلال اللي ايه يهديكي ويعلسك. يا جرأية يا ام طماطم يا قمر يا جميله انت. ايه يا بنت؟ مفيش دعوه لبنتك الغلبانه فتونه. بس بقول لك ايه، دعوه حلوه كده في يوم مفطرك زي ده. انت بره منك بره، لو اني زي بعض. روحي يا فاتن يا رب كده يهديكي ويفتح عليكي بالشهاده. كملي كملي يما اللي بعدها. الكهينه عايزه دعوه من بتوع القسمه والنصيب. ابقي فاضي نفسك النهارده يا طماطم انت واختك عشان تنزلي تقفي مع ام كريمه وامها. حقيقه يعني ناس يستاهلوا كل خير وما شفناش غير كل خير منهم، يعني واجب الحقيقه. بصراحه بقى ربنا كرمهم هما كمان اخر كرم، بيقولوا عريس كريمه مدرس في السعوديه وراجع جايب شيء وشويات. ياما ده كريمه دي تستاهل كل خير، ده هي اللي شايلاهم على دماغها. خلاص واحنا بقى هننزل نولع لها الليله. لا يا حبيبتي احنا لا هننزل ولا هنطلع، انت هتقعدي تترزعي هنا. ليه ان شاء الله يا ست طماطم؟ يا سلام، هتقعدي تتكسر رقبتك عشان تذاكري. شايفه ياما؟ شايفه بتقولي ايه وانا ما فتحتش بقى هودي؟ لا افتحي بقك وراديكي جوزين اقلام على خلقتك. يا سلام. اجي وانا قدامكم كده ايه؟ خلاص بقى يا طماطم ما جاتش من يوم. يا ستي بجملت، انتوا مش ميلتوا بخت واحده؟ يجرى ايه يعني لو التانية حصلتها؟ كويس كده؟ طب يلا يلا عشان تنزلي الغدا لابوكي. انا مش هنزل حاجه، انا بقى ما عنديش استعداد البس هدومي تاني. ومين قالك اتنيلي والبسي تاني؟ يا سلام. ليه؟ عايزه ننزل الحرب الجلابيه؟ وليه لا يا ضنايا؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ فاكره نفسك بنت مين يا برنسيسه؟ طب انا مش نازله. تعالي هنا يا ريك. في ايه؟ مالك؟ سايقه العوج ليه؟ ما حدش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه بس؟ مالكوا في ايه؟ الهانم مقطمت الرقبه، مش عايزه تنزل الاكل لابوها. يمكن على رجلها نقش الحنه. بقول لكم ايه؟ انا مش المرمطون بتاعكم. بعدين ما تنزلتي يا اختي. وده جزاء ان انا قاعده بطبخ وبمسح. بس لازم تفهمي ان العلام اللي انت عماله تتمنظري بيه علينا ده، لولا الغلبانه اللي قدامك قعدوها من المدرسه كنتيش وصلتي له. حضري العمود على بال ما اغير هدومي. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ الهي من شكل جسمك. السلام عليكم يا عم سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. والنبي خد صلح لنا جزمه الواد. وريني. ايه دي؟ ما تصلحش، دي اشتكت خلاص ارميها. اعملها زي ما تكون. ماشي. تعالي خد يا بابا. ليه يا عم سلامة؟ انت ما يرضكش الواد يمشي حياته. خلاص تعالي اخر النهار وهاتي معاكي جنيه. جنيه؟ ليه ان شاء الله تكونش هتخيطه بخيط ذهب؟ لا يا حلوة، هخيطها بخيط العنكبوت. سلام عليكم. وعليكم السلام. شايفة يا طماطم عمايل ابوكي عشان غرزتين في جزمة الواد بيقول لي جنيه. انا ما رضيتش اقول لك اتنين. هلا جرى ايه يابا؟ برضه حياه صاحبتنا وجارتنا ما يصحش. خلاص تعالي خديها بعد شويه ادفع لك تدفعي. يلا. الهي يسعدك، مسافه السكه يا عم سلامه تكون خلصتهولي. ما تنسيش تسلمي لي على الست. حاضر يلا سلمي. مع الف سلامه. سلام. البنت فاتن ما نزلتش العمود ليه؟ ما رضيتش تنزل. ولو ليه امك ما بعتتهوش ليه مع اي عيل؟ انا مش قايل لك يا بنت انت بالذات ما تخرجيش من باب البيت. خلاص بقى يابا خلاص، اهو عندك الاكل اهو. طب اتفضلي. بالسلامة. مع السلامة يا بنت، ومن هنا على البيت على طول، ما تركنيش هنا ولا هنا، الحارة دي ممنوع الركن فيها. يا ساتر عليك يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هو يا عم مش تحاسب. ازيك يا طماطم؟ الحمد لله. حصل حاجة؟ لا خير ان شاء الله. ازي يا عم سلام؟ كويس، سلم عليك.
وصل لحد السبتين. تحبي تشربي حاجه ساعه؟ لا ما انت عارف بقى ما اقدرش اتاخر. سلام بقى. ابو علي ده احنا لسه في عز الظهر يعني مش وقت سرحان. ما انت لو كنت قدمت شويه كنت سرحت اكتر مني. ايه الطماطم سهلت عليا يعني؟ بطه تهريجي حسن. هي ما سالتش لكن عينيها سالت. فك صليبه يا ولد. يا لوبيا مفيش سوا يا ست. نهارده ابيض نهاره فل. بكام الطماطم يا جابر؟ من غير فلوس. طيب وزن لي نص كيلو. العربيه كلها وصاحب العربيه. اشمعنى هي يا اخويا ولا هو خيار وفقوه؟ قصدك فيه جواهر وطماطم. طماطم بكام النهارده يا جابر؟ غالي قوي يا ابو الاسطوانه. ماشي يا عمنا غالي تمنه فيه برضه. في كام الطماطم؟ من غير فلوس. بقول لك ايه، هتقول لي بكام ولا ارميها لك؟ خلاص 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 5 جنيه. خلص. ولا يا اخويا. بتدهول كده. مجنونه يا اوطى. ساعة ساعة على ما تفتحي. كنت في البلكونة ولا عاوزني بقى اجيب كرسي واقعد جنب الباب؟ لا يا مولسان عاوز رباط. انا ما قلتكيش هات كرسي اقعدي جنب الباب. يا ساتر على الرد يا ساتر على المقابلة. ياي ياي ولا العيال فين؟ نزلوا عند ام كريمة. وايه اللي نزلهم عند ام كريمة؟ اصل الليلة ليلة حنة كريمة. ما انا عارف ان الليلة ليلة حنة كريمة. خلاص انا بسأل ايه اللي نزلهم عند ام كريمة؟ هو النزول ده مش محتاج يتعمل معاه واجب؟ اصل ام كريمه حلفت 100 يمين انهم لازم ينزلوا. وما تتحمقش قوي كده، دي الحكايه كلها اربع ازاي الشربات. والاربع ازاي الشربات دول يا ام مخ محتاج نص نعل بفلوس ولا ببلاش؟ دول بالقليل 5 جنيه. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ انت وليه ما بتشوفيش؟ ما بتحسيش؟ مش شايفه حالتنا؟ حرام عليكي، احنا اولى بالخمسة جنيه بدل الفشخرة. فشخرة؟ فشخرة ايه يا اخويا فشخرة ايه؟ روح شوف ام موسى موديالهم ايه؟ انا مالي؟ انا مالي من ام موسى ولا ام عيسى؟ ما تودلهم ان شاء الله تودلهم الدنيا بحالها، انما احنا ظروفنا، ظروفنا حرام عليكي. اسألي بنتك عايشة في بعينيها، ده انا بطلع القرش بالدم، بالدم. خلاص، خلاص يا اخويا خلاص، ده واجب. الله يبارك فيك. عقبالك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الكلام يجيب كلام والعسول يعمل حكايه. لا ده انا مش قلت 100 مره ما ترقصيش قدام حد؟ ماشي خلاص بقى قلتلك حقك عليا. والله العظيم والله العظيم كريمه وامها هما السبب، هما اللي قعدوا يزنوا عليا وما كانش ممكن اكسفهم. خلاص بقى ما تزعلش مني. كان عاجبك قوي وانتي عماله ترقصي والرجاله هياكلوكي بعينيهم. يو ما انا قلت لك حقك عليا.
هتفضل مبوز كده. انا اسف مش هعملها تاني، اديني بصالحك اهو بقى. يعني يهمك زعلي؟ طبعا يهمني، لو ما كانش يهمني ما كنتش سبت القعده دي كلها وخاطرت وجيت اقابلك عشان ما تروحش زعلان. مش كفايه، لازم تصالحيني اكتر شويه. وبعدين بقى في حكايه الصلح دي، وماله اصلحك وماله؟ اهو كده. ودي فيها ايه؟ حبيبي وبحبه، ما صلحكش ليه؟ خمس دقايق طماطم وهننزل على طول. يا اشرف انت كل مره بتقول لي كده وبرده بتاخرني. ابويا لو بعته ما لقانيش هناك ممكن يطين عيشتي. طماطم انا لسه مش بعتش منك يا حبيبتي. ممكن اطلب منك طلب؟ انا يا حبيبتي بلاش حكايه الشقه دي تاني. ليه بس يا طماطم؟ خايفه لحد يطب علينا فجاه كده ولا يشوفني معاك. مين بس يا حبيبتي اللي هيطب علينا؟ انت عارفه ان الشقه دي بتاعت لبنى واختي، ولبنى ما بيجيش من الكويت غير في اجازه الصيف، ومفيش مخلوق في الدنيا معاه المفتاح غيري انا، حتى البواب. البواب يا حبيبتي عارف ان انت اختي وان احنا بنيجي هنا علشان نطل على الشقه. ايوه يا اشرف بس برضه انا خايفه. ما تخافيش يا حبيبتي، اول ما الاقي فرصه افتح ابويا في الموضوع. بجد يا اشرف؟ ده هيبقى اسعد يوم في حياتي. انت كده بتحبيني يا طماطم؟ لسه بتسأل؟ ده أنا كل تمهيدة كل كلمة بتفتحني وتقول بحبك. وإيه كمان؟ لو طلبت عمري هديهولك. حقيقة يا طماطم؟ ما أنا اديتك يا أشرف، اديتك أغلى ما عندي. اهلا رهب، ممكن تقولي لي بقى اختصتي كده وسبتي الحنه رحتي فين؟ ايه رحت لدلال عشان اجيب منها فستان احضر بيه بكره الفرح. ايه يا سلام بجد، فاكراني مختومه على قفايا؟ طب ممكن تقولي لي بقى فين الفستان ده؟ بس يا بنت ايه انت قاعده تسمعي ابوكي وامك؟ رحتي قابلتيه مش كده؟ قابلته ولا ما قابلتوش؟ انت مالك؟ وبعدين تعالي هنا يا بنت، انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ انت ناسي ان انا اختك الكبيره؟ ما هو عشان انتي اختي الكبيره ما حبكيش تعملي الحاجات الصغيره دي يا طماطم. ايه هي بقى الحاجات الصغيره دي؟ انك تنزلي تقابليه وانتي عارفه كويس قوي انه بيضحك عليكي. يا بنت انتي مش عايزه ليلتك السودة دي تعدي على خير ولا ايه؟ بعدين انتي مش عرفك يعني ان هو بيضحك عليا؟ عشان لو ما كانش بيضحك عليكي تفتكري ايه اللي مخليه لغايه دلوقتي ما بيطلبكيش من ابوكي؟ هيكون ايه يعني؟ مستني الفرصه عشان يفتح ابوه. وبقالكم مع بعض اكتر من سنه ما بيفتحش ابوه ليه؟ اه ولا يمكن بقى بيحوش تمن الشقه؟ يا طماطم ده انت طول عمرك تقولي لي ان اللي زينا ملهمش غير شرفهم وسمعتهم. قصدك ايه؟ قصدي ان اللي عمله الليله انه ياخدك من الحنه ما يهمهوش ان ابوكي ممكن يسال عليكي؟ ده معناه انه ما بيخافش عليكي. انا بس يا طماطم انا بس اللي بخاف عليكي. انتي غطسانه بقالك يومين. الراجل ابويا ولع العين حمر، قلت اسايسه شويه واكني في البيت. ده انا لو عندي بنت زيك مش كنت اوري لها العين الحمراء دول، كنت خليت عشتها سودة. النبي يا فتونه حمي البت وداد على بال ما اقعد مع البت المهبوشه دي شويه. تقعدي ايه وتنيلي ايه؟ يلا غيري هدومك. على فين؟ هروح الكوافير، احنا مش برضو عندنا فرح النهارده؟ كوافير؟ ده فرح بنت ام كريمه يا اختي وفي حاره البدوي كمان. عندها حق، وبعدين انا يا اختي شويه هستحمى واعمل شعري وبالليل ابقى اعمله اي تسريح. يا اختي انا شعري سايح ونايح مش محتاج كوافير زيك. بقول لك ايه يا بت انت؟ والله انا غلطانه اني عبرتك. ازيك يا دلال؟ ازاي يومك يا بت؟ بتسلم عليكي. عاجبك يا خالتي؟ عاجبك عملت طماطم معايا؟ طماطم عملت لك ايه؟ لا لا يا طماطم ده نقصم رقبتك، انت عارفه غلاوه الدلال عندي. مش عايزه تروح معايا الكوافير عشان نعمل شعرنا. يا اختي ما ناقصت كمان غير انا اروح للكوافير. يا دلال هانم الكوافير ده من الكلام القبيح قوي اللي ممنوع يا اختي نقوله هنا في بيتنا. ايه رايك بقى انها هتنزل معايا وانت كمان؟ وماله؟ ما هي زي اختكم، انزلوا بس ما تتاخروش
بقولك ايه يا فاتن، ابقي عدي على ابوكي سيبي له خبر. ها حاضر. يلا يا طماطم بقى غيري هدومك. يلا يلا وانت كمان ورايا تعالي. اتفضلوا اختاروا الفساتين اللي انتوا عايزينها، بس الا الفستان الاسود ده عشان هخرج بيه. نعم. انت مش هتيجي الفرح ولا ايه؟ جايه طبعا. بس هزوغ من نصه. وهتقولي لابوكي وامك برضه انك معانا صح؟ اه ليه يا بنت؟ انت يا بنت مش خايفه لابوكي يهفوا دماغه ويجي يسال عليكي عندنا؟ اطمني يا اختي، بابا طول النهار في شغله، يا دوبك بيرجع البيت وينام له الصبح، وماما ما بتخرجش غير بالنهار، يتبارك يتعز. والله انا خايفه عليكي قوي يا بنتي يا دلال. تخافي من ايه؟ انا ما بعملش حاجه غلط، انت عارفه ان انا هتجنن عشان اشتغل في السيما، ولما بخرج بخرج عشان اقابل المنتجين والمخرجين، وانت عارفه كويس قوي ان هما بيحبوا السهر. يا بنت يا بنت ما بتخافيش حد يشوفك يروح يقول لابوكي؟ اطمني يا اختي، ابويا قرايبه ومعارفه ما يعرفوش حاجه اسمها نايت كلاب ولا ديسكوتيك، اخرهم كده واكبرهم الحياه. يا مفتريه. طب يلا يا اختي منك ليه، اختاروا الفساتين اللي انتوا عايزينها، عايزين نبقى في الفرح ايما وسيما. ولا البنت الكارثه. انت فين يا بنت انت؟ هي يا اخويا مش فاتن عدت عليك وقالت لك برضه؟ اخرس انت. مش قلتوا رايحين تهببوا شعركم على اسمها دلال دي؟ بقالكوا اكتر من 5 ساعات. ما هو احنا بعد ما خلصنا الكوافير رحنا معاها عندها في البيت علشان. عشان ايه يا روح امك؟ عشان ناخد الفساتين اللي هنحضر بيها الفرح. بالظبط كده. وبعدين بقى مسكت فينا نتغدى عندها، اتغدينا وجينا على طول. شوف يا بنت انتوا، هي قلتوا رايحين تنيروا شعركم عند السخان ده قلت ماشي، انما حكايه ان انتوا تستلفوا فساتين من حد دي. يا بابا يا بابا، دلال دي صاحبتي وزي اختي ومتربيين سوا في حته واحده. لا يا عين ابوكي، مفيش حد اخو حد. والله بسماء لو اتكررت الحكايه دي تاني اكون قاطع رقبتك منك ليها. غوري من قدامي، غوري يا بنت غوري. ليه بس كسرت بنفسه؟ هما مش زي البنات. كسر حقك يا وليه يا سو، انت يا وليه بهيمه ما بتفهميش. لما العالم يشوف اولادك في الفرح لابسين فساتين غاليه مش هيسالوا ولا السلامه السراماتي جابين الحاجات دي منين. والعالم الفقراء اللي زي حالاتنا الناس ما بيلاقولهمش الا سكه واحده. يا اخويا تف من بقك. الله، هو انت كده على طول تفكيرك وسخ ليه؟ ما تقولش ان طماطم لما تلبس وتتوضب حد من زمايل عريس كريمه يشوفها يا اختي ويسر ربنا يسهل لها. اتلاهي اتلاهي، انت عاوزه لبنتك عريس مدرس؟ طب ده انت تحمدي ربنا لو لقيتي فراش. قومي يا وليه، قومي من قدام بنت الاخرى. قومي قومي، انت باين انك اتخبلتي جاتكم القرف. الحد من زمايل. ليله طماطم ان شاء الله تعيش يا اسطى ونفرح بيها. الله يخليك. اديني بقى احلى سلام. يعني العريس، العريس، العروسه، العروسه، ربنا ثبت قدامها وجرح عيلها قدامها قدامها. وابو العروسه، ابو العروسه، الناس الحلوه، الناس الحلوه، تجار العربيات، تجار العربيات، ميكانيكيه يعني البهوات المخفيه، يعني الميكانيكيه البهوات المخفيه. ونسمع بقى احلى كلام. مالناش غيار وبجدعنتنا وبفقلاوتنا احنا اللي شوشرنا عالرادار. احنا اللي هم، احنا اللي هم من غير هلم، من غير هلم، ما تيجي هبه مالناش غيار وبجدعنتنا وبفقلاوتنا احنا اللي شوشرنا عالرادار. شغل الاوضه نديله بنطه وفي اي حته احنا الكبار. شغل الاوضه نديله بنطه وفي اي حته احنا الكبار. وفي اي حته احنا الكبار، احنا الكبار.
قلبي جهاز انذار ولا اشتكيك لولاد الكار ولا احنا مش تحت الانظار ده احنا اللي هم دينا مش شقاوة القلب زيرو والجيب عمار والجيب عمار ده احنا اللي هم من غير الهم اوتوماتيكي هوبا ملناش غيار وبجدعنتنا وبفقلاوتنا احنا اللي شوشرنا عالرادار احنا اللي هم من غير هلمة لما تيجي هوبا ملناش غيار وبجدعنتنا وبفقلاوتنا احنا اللي شوشرنا عالرادار شغل الاونطة نديله بنطة وفي اي حتة احنا الكبار شغل الاونطة نديله بنطة وفي اي حتة احنا الكبار احنا الكبار بالك سيبك منه سيبك منه يعني ايه ده ما حيناش بقولك ايه هات الخمسين جنيه اللي معاك وبعدين اخصمه اخر الشهر هتعمل ايه مالكش دعوه هرد عليه حطر لي الجو الاول بنحيي العريس والعروسه ونقول لهم الف مبروك والاستاذ اشرف بيحيي عم سيد وكل تجار الخرده وسمعني بقى سلام عبد الغفور البرعي متعرفش الحين اتاخر ليه لغايه دلوقتي لا بصراحه ما اعرفش طبعا ما انت اللي بتغطرش عليه ابدا يا حاج تلاقيه نام شويه اتاخر يعني انت عارف الفرح خلص واخر امبارح بالليل اهو اهو جه طب استنى صباح الخير يا حاج انت عارف الساعه كام دلوقتي يا حاج لسه ما حصلتش 12 والمفروض تكون هنا الساعه كام 9 يا حاج بس اصلا انت حد بس بسلي انا قلت تبقى هنا الساعه 9 يعني الساعه 9 حسن فين مفتاح المغلق معاك اديني الحيله من بكره هو اللي هيفتح وعلى الله اعرف انه اتاخر يوم في الفتح حسن انا اذنك يا حاج استنى انت امرك يا حاج هما كلمتين اتنين الدلع اللي دلعته لك امك وخلاك تخيب في العلام انا بقى مش هخليك تخيب هنا والمغلق ده اللي انا استلمته من ابويا ورشة صغيرة وخليته اكبر مغلق في البلد انت كمان لازم تكبره او على الاقل تحافظ عليه واذا ما كانش عاجبك كلامي اتفضل ومالكش عيش عندي لا هنا ولا في البيت اتفضل روح شوف شغلك ايه يا عم ما تروق بقى الله مش عاوزين نبتدي يومنا بتبويزك مش سامع الكلام اللي زي السم ولا سم ولا حاجه انت اصلك مزودها شويه انت الراجل الوحيد على ثلاث بنات مش عاوز اشوفك مدلع طب انت ذنبي ان انا وحيد لا مش ذنب بس هو خايف يطريها عليك تضيع كل اللي هو عمله يطريها ده بيعاملني اقل من اي حد هنا وكل كلمه والتانيه يهددني انه هيطردني من الشغل ومن البيت ده كلام وقت الزعل بس سيبك انت امبارح كنت منور الفرح وانت كنت مولعه بس بيني وبينك بقى خفت لا تقلب بغام مين ده اللي قلبها غام الواد سعيد الميكانيكي يا ريت ده انا كنت اتفرجت عليه الفرح الله 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 انت شايل منه ولا ايه يعني انت مش شايل منه لا هشيل منه ليه انت ما خدتش بالك منه امبارح طول الليل ما نزلش عينه من على طماطم ده بجد ايوه وغير كده في الرايحه والجايه على طول احلاها كلام انا بيني وبينك لقيتها فرصه بستف قدام اهل الحاره واولهم طماطم برافو عليك حسن راجل لا بس الواد حسن امبارح كان دمه زي الشربات ولا اسطى سيد يا اختي على اسطى سيد اهدى اهدى ده عمل كده جو في الفرح كبير قوي جو ايه ده شغل برمجه يا متماطم بالظبط كده ومن اول الليله بقى وهو لازق لابوي وهاتك يا تسبير يمكن يا اختي عينه من طماطم عينه يا اخي فقع عينيه ان شاء الله ليه يا اختي سيد وحش ولا وحش ده واد جدع وكسيب والف واحده تتمناه
شفتي؟ شفتي الولية يمك بتقول ايه؟ حد ياخد على كلام امك يا طماطم؟ ما تدوقيش بقى. ما ادقش ازاي؟ معنى كلامها ده ان اي واحد جدع وكسيب هيرموني له. لا لا وشيك يا طماطم. انت ما شفتيش الحته الزفره اللي كان لابسها؟ هي من ناحيه زفره فهي زفره. ولا الرشه الجريئه اللي عملها؟ بصراحه بقى يا طماطم انت مالكيش حق. يا اخي كيفك ارفق حواجبك ان دي التانيه عيله هم؟ طبعا ما انت ما شفتيش الامله دي عشان سعاده البيكم مشر. اه يا جماله. ياه مالك يا بنت سخسختي كده ليه؟ بذمتك مش كان منور الفرح كله؟ بذمتك مش شايفه كان انزوح شويه؟ يحقه غني ومتربي وحليوه قمر. يا ناس يا جمال امه. انا شخصيا بيعجبني حسن اكتر. حسن كويس وطيب، تحسي انه كده راجل شهم وجدع. حسن ابن حلال، بس احلى حاجه فيه انه بيحب اشرف وبيحب ناس تانيه. ما افتكرش، يمكن حبه لاشرف مش عارفه. صباح الفل يا عم سلام. صباح الخير يا درج. ساده ولا بحليب؟ هو يا ابني دي ساده ولا بحليب؟ شاي. شاي ايه؟ وانت عارفني طول عمري عندي السبرتاية والكنكة والسكر والقهوة والشاي والدكان، وانا يا ابني لا اوكل عيالي لما كمان حشاكك في القهاوي. اتكل على الله شوف صدى غيري. اتكل. الله الله الله، جرى ايه يا عم سلامة؟ ده الناس لبعضها. ناس ايه؟ الله، يعني انت اللي هتبقش عليها سيد امك على الصبح؟ لا بقشاشة ولا حاجة يا عم سلامة. صباح الفل. لا لا استاذ سيد، الصباح دي من عندي انا. عندك انت؟ وايه المناسبة يا استاذ سيد؟ ده انت الخير والبركة يا عم سلامة، والقرب منا غنيمة. حط انا الشقة انا. قرب منا انا؟ مال؟ غنيمة؟ مال؟ مال؟ اللي تشوفه يا استاذ سيد. قومي فزي، ايه آخرة اللي انت بتعمليه ده؟ اشتغل في السيما. يا اختي تلهي، ما انت بقالك كام شهر عماله تدخلي وتخرجي ومفيش ولا حتى اعلان، ما عديتيش مره قدام كاميرا. يا اختي تلهي انت، ما انت بقالك سنه بتخرجي مع صاحبك، ايه النتيجه؟ يا سلام، انت عايزه تشبهي التهريج اللي انت بتعمليه ده بالمشاعر الرقيقه بتاعتي؟ الحكايه واحده يا حبيبتي، انت بتحبي صاحبك وانا بحب السيما والفن. انت مستنيه ان هو يرتبط بيكي وانا مستنيه ان هم يشغلوني. انت بتشك ان هو هيتجوزك وانا متاكده ان هما هيطنشوني. ولما انت عارفه كده ليه مصممه انك تمشي في السكه دي؟ بصراحه عجباني الكدبه اللي انا عايشاها. بتفتكري انا كمان عجباني الكدبه؟ انت لسه ما اتاكدتيش انها كدبه، بس حتى لو اتاكدتي ما قدامكيش غير عشان تعيشي فيها. بقول لك ايه، كدبه ولا مش كدبه، لا انا هرجع لا انا ماشيه فيها. ولا انت هتبطلي تحبي؟ بس يا سيد قفلت موتوره 28 ديت؟ طبعا يا اسطى، ما انت عارف صاحبها رزق وعايزين نخلص من لسانه. اه قصير وثقيل. عشان نلحق نمسك في عربيه الدكتور صلاح. ماشي يا اسطى، بس بقول لك ايه؟ ما تنساش تستعجل لنا الكرنك اللي عند الخراط. بكره هروح له ان شاء الله. ماشي. اهلا اهلا يا عم سلامه، ازيك؟ الكرسي هلا وشويه شاي. لا 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 يا دوب اروح دلوقتي. الله طبعا انك اللي انت شايله. ما يصحش يا استاذ، ما يصحش يا عم. طب الولا يوصلك بيه؟ ولا تعالى شيل شيل انا يا عم. خد يا ابني. توكل على الله. شكري يا استاذ سيد. سلام عليكم. الله يكرمك. خيرك سابع يا عم سلامه، الف سلامه. هاتها جمال يا رب. يا سلام، ده سيد ده ما يتعيبش واللي زيه ما يترفضش. ده واد شاطر وكسيب، ده لسه عم نول كان ياخدها صاحبي في ورشه حامل، دلوقتي يا عيني عليه بقى الكل في الكل. وبكره فكري كان عينه، لو ما بقاش صاحب ورشه بقاش انا سلامه. هو يا اخويا فاتحك في حاجه؟ ناحية فاتحني؟ اه ما فاتحنيش، انما برضو انا بفهم، مانيش حمار. لا يا اخويا. بقى ايه؟ كل شويه يبعت لي شات. الله. رايح جاي يرمي عليها السلامات بمناسبه ومن غير مناسبه. حلو. لا وكل لكم وليله الفرح كوم تاني. عمل ايه؟ لزق جنبي ما قامش لحد الفرح ما خلص. حلو قوي. طيب لو طلبها منك يا سلامه
هتقول له ايه؟ ايه يا نعيم؟ ما انت لسه قايلها في عظمة لسانك ان سيد ما يتعيبش. بس قبل كل حاجة انا عاوزك تفتحي المحروسة بنتي من بعيد لبعيد من غير ما تفهم حاجة، يعني باختصار عاوزك تجسي مرضاها. ما كانش قدامي غير الطريقة دي علشان اقابلك. طب ما كلمتنيش ليه بس في التليفون؟ كلمته مرتين، ابوك رد عليا وقفلت السلك. انا متقدم لي عريس. ده يطلع مين بقى ان شاء الله؟ سيد الميكانيكي. طلبي ايدك من ابوكي؟ انا عرفت من امي ان هو عمال يتودد لابويا عشان يخطبني منه. وانت رايك ايه يا طماطم؟ انا مش هتجوز حد غيرك يا اشرف، مش عشان اللي حصل بينا، علشان انا بحبك. وانا ما اقدرش اعيش من غيرك يا طماطم. انا قعدت افكر اقول لك ولا لا. خص عليك يا طماطم، انت عايزه تخبي عليا؟ خفت اللي تفتكر ان انا بعمل لك فيلم. بالنسبه لاهلي السيد ده امله كبيره مش ممكن يفرطوا فيها، ولو بنت سلامة السرماتي رفضته فأكيد في علة. ما تخافيش يا طماطم، مش هنوصل لكده أبدا. أنا إن شاء الله هكلم أبويا ونخلص الموضوع الجمعة دي. بس إيه؟ أبوك مش هيرضى يناسب سلامة السرماتي؟ مش الفكرة يا طماطم، يعني الحاج مصطفى الرشيدي بجلالة قدره اللي هو صاحب أكبر مغلق خشب كان إيه في الأصل؟ ما كان عامل مخرطة خشب. امال ايه المشكلة يا اشرف؟ المشكلة معايا انا يا طماطم. مش قادر يقتنع ان انا كبرت وبقيت راجل، لسه بيعاملني على اني قاصر. انا ساعات يا حسن بحس ان انا صبي عنده مش ابني. قول لي يا اشرف، احنا نعرف بعض من امتى؟ من واحنا عيال صغيرين يا حسن. كنا في المدرسة سوا ودخلنا الكلية وطلعنا منها وخبنا سوا. بس انا خبت بقى علشان دلع امي، وانا خبت عشان فقر امي. وايه لزوم الكلام ده دلوقتي يا حسن؟ يعني المشكله مش مشكله امهاتنا، المشكله فيك انت يا اشرف. فيا انا يا حسن؟ ايوه. عمرك ما حسست ابوك انك كبرت وبقيت راجل يعتمد على نفسه؟ ما تزعلش مني. انا ما بزعلش منك يا حسن. المهم دلوقتي هفتح ابويا ازاي في موضوع طماطم؟ مش مهم ازاي، المهم انك تفتحه. هيبهدلني يا حسن، مش بعيد انه يطردني بره البيت والمغرب. هو ده اللي يهمك؟ ما يهمكش شعور طماطم؟ يا طماطم قالت لك حاجه؟ لا بس يعني ما اظنش انك كنت بتروح شقه اختك عشان تتفرجوا سوا على التلفزيون. العمل يا حسن تثبت انك راجل، مش بس لنفسك، لابوك ولطماطم ربنا. يا نهار اسود، ازاي تعملي كده؟ ده انت الوحيده العاقله اللي فينا، ده انت تملي تنصحينا ما نفرطش، دي اغلى حاجه عندنا. يا دلاله انا مش ناقصه تعطيم، انا عارفه مصيبتي قد ايه. وما قلتليش من ساعتها ليه؟ هتفرق ايه؟ المهم دلوقتي انا هتصرف ازاي؟ مش انت اللي هتتصرفي، الاستاذ هو اللي لازم يتصرف. برضه مش عايزه تقولي لي هو مين. مش مهم. امال ايه المهم؟ تفتكري يعني هجيب ابوه ويجوا يخطبوني؟ محدش يقدر يرد على السؤال ده غيرك. ما افتكرش ان هو هيتخلى عني، اصل الموضوع ده حصل من 6 7 شهور. لو كان ناوي يتخلى عني كان عملها. وانت في الست سبع شهور دول ما جبتلوش سيره الجواز؟ انت بتوقعي قلبي ليه؟ تصدقي لو قلتلك ان سيره الجواز كان هو اللي بيفتحها. جاي لي بكل بجاحه وتقول لي عايز اتجوز؟ طب يا اخي حسسني الاول انك راجل وانك قد موضوع الجواز ده. تقدر تقول لي هتاكل مراتك منين؟ هتفتح بيت ازاي؟ بابا يعني البركه في حضرتك. يعني البركه في حضرتي؟ اخ ربنا ياخدني يا ابني. يا حبيبي قبل ما تبقى راجل في نظري لازم تبقى راجل في نظر الست اللي هتتجوزها. وطول ما انت مش قادر تطلع قرش من عرقك تبقى لا مؤاخذه ما انتش راجل.
ما هو انا هيبقى هو بشتغل في المغلق. تفتكر يا شاطر يا اللي كبرت وعاوز تتجوز، لو سبت هنا هتقدر تطلع قرش سابق علم وما كملتوش صنعة بلا خيبة؟ ويا ترى بقى مين ست الحسن والجمال اللي عليها النية؟ أكيد جربوعة اتخمت في البيت ابن مصطفى الرشيدي. اجري 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 يا شاطر، شوف شغلك، وقبل ما تفكر في الجواز اثبت لي انك بقيت راجل يا حيلة. الحقيقة يا سيد يا ابني انت راجل ما تتعيبش. ربنا يكرمك عم سلام. وكمان مجيت وسط حامد دي فوق راسنا كلنا. تعيش عم سلامة، هو ده العشب. وسيد اخونا وحبيبنا متربي معانا واحنا عارفين، وانا اللي ما كنتش ضمنه ما كنتش استدرت له. الراجل صنايعي وكسيب ومية مية، وبكره هيبقى صاحب ورشه. وسيبك يا استاذ حامد، ودي معقوله؟ لا ما هو التغيير ده سنه الحياه، الصغير بيبقى كبير. عندك مثلا انا كنت صبي وبعدين قسطى وبعدين دلوقتي بسم الله ما شاء الله صاحب ورشه. ربنا يزيرك يا استاذ حامد. عموما احنا ما يهمناش عنده ايه، احنا كل اللي يهمنا انه يصوم بنتنا ويهنيها. لا ما تقلقش عم سلامه، اطمن الحمد لله انا عندي شقه كامله مما جميعا، ثلاث مطارح ورشبشه مش سيراميك، والكاميرات كلها موجوده، التلفزيون والفيديو وكله يعني. يعني جاهز مما جميعا. ما هو ما تاخذنيش بقى يا استحان، هو كمان هياخد فاكهه الشرابيه كلها طماطم. عارف يا خالتي، قلت ايه يا عم سلام؟ نقرا الفاتحه برضه كلام يا استاذ حامد، ده انت ابو الاصول، مش لازم برضه ناخد راي طماطم، وهو كمان سايب مش لازم يجيب والده ووالدته. عندك العيب يا عم سلام. طب ماشي، ايه رايكم يوم الخميس الجاي اجيب اهلي ونيجي ونخلص الموضوع؟ يا انس ويشرفك. يعني نعتبر المساله منتهيه؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. زايد في الحلاوه عن اهل حينا، ما تبطل الشقاوه. انت مش هتبطل تنطيط ولا لا؟ بتكلمني انا؟ امال خيالك؟ ما تلم نفسك وتعمل الشويتين بتوعك دول بعيد عن بنات الحته. وانت ايه اللي عينك حارس على بنات الحته؟ جدعانه ولاد البلد هي اللي عينتنا. خفيف احلو اشبهها. يلا ما تقف انا وتكلمني زي الرجاله. مش لما الاقي رجاله اتكلم معاها. وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ لا مش مالي عينك. طب ابعد بقى عشان اعملها معاك. هقول لك انت مش حامل انا. لو على كشفي محدش يحشني. ما بقتش استعان. امشي بقى. انا واصل شركه النصر. فتحي عبد السميح هيبعت عربياته عشان يشيل الطلبيه. ما يحملش عرق واحد الا لما يدفع الحساب القديم. طب وزرافه دي يا حاج؟ الله، هو انا بتكلم لو اندي اللي بقوله تعمله. حاضر حاج. لو حد سال عليا ساعه زمن وراجع على طول. بالسلامه يا حاج. ايه يا حسن؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ سيد الميكانيكي حب يعمل منظر على هي اديته اللي فيه الاسم. لا مش كفايه، احنا نلم الرجاله اللي هنا ونبعتهم له. رجاله ايه بس؟ مش وقت. انا قابلت طماطم قرايب فتحتها يوم الخميس الجاي. قلت لي علشان كده بقى الزبون فارد ريشه. ما انت في ايدك تنتفهول. انا قلت لها تيجي تقابلك بكره بعد ما الحاج يسافر. فين يا حسن؟ هنا؟ طب فكر ازاي بس؟ افرض اي حد شافها وهي داخله، الناس تقول علينا ايه يا اخي؟ شوفي بقى يا طماطم، انا طول عمري رايي في اشرف ده انه عادي. بقاله كام يوم يا اختي عارف ان قرايه فتحتك بعد بكره، عمل ايه؟ ولا عمل حاجه ولا اتحرك حتى. ما هو لازم يقول لابوه. ما يقول له يا اختي، وايه اللي مانعه؟ بقى هي دي بقى الحاجه اللي بيتلكك بيها؟ بقول لك ايه؟ انا مش ناقصاكي انت كمان دلوقتي، سيبيني في حالي. ما هي كلام اختك الصغيره، ادلقيه وشوفي مصلحتك. ومصلحتي بقى مع السيد الميكانيكي؟ ولا مصلحتي انا كمان. انت ايش دخلك انت؟ ايش دخلني؟ تفتكري يا اختي لما الاب يبقى صراماتي وابو نسب ميكانيكي، انا بقى مين هياخدني؟ بكبيره قوي عجلاتي. كل واحد بيدور على مصلحته. مصلحته وفيها ايه ما ادور على مصلحتي؟ بس لو ده حقيقي بقى، انا كنت شجعتك على موضوع اشرف. بقليله كنت ممكن اتجوز واحد من اصحابه ولا من قرايبه، وكنت بعدت عن العجلات هي وسنينهم. طب ما فيش اي حاجه دلوقتي تفركش الموضوع، او حتى يتاجل شويه لحد ما اشرف يقدر يكلم ابوه؟ بعد ما امك قالت للشرابيه كلها، دمك ما سابتش حد لما قالت له. طبعا كلمته طماطم،
وقال لك ايه؟ قال لي ده انا بس قلت كلمه جواز قدامه واداني ما خلاليش، واحتمال كمان كان هيمد ايده عليا. وبعدين يا اشرف؟ مش عارف يا طماطم. امال مين اللي يعرف؟ المساله مش مستحمله يا اشرف، انا خايفه قوي. طماطم اوعي تخافي، انا مش ممكن اتخلى عنك. انت لازم تتصرف وبسرعه. حاضر يا طماطم، انا هكلمه تاني. امتى؟ دول جايين بكره. حتى يعني لو الفتحه اتقرت ايه اللي هيحصل؟ ما افتكرش يعني ان عم سلامه ممكن يرفض لو ابويا راح وطلبك منه. يا ريت يا اشرف، يا ريت. ألف مبروك يا عم سلامة. مبروك عليك أنت يا سيد. ألف مبروك يا أستاذ سلامة. الله يبارك فيك يا أستاذ حامد. حرام، والله حرام. حرام بقى ولا حلال؟ قال الجنازة حرة والميت كلب. تقدر تقول لي فات قد إيه على قراية فتح الطماطم؟ وأنت عملت إيه؟ كلمت أبوك؟ هو ده اللي مزعلك بقى؟ غريبة، مش كده؟ حسن أنا مش نادي. وأنت عارف كويس أوي طماطم بالنسبة لي أنا مش ممكن أتخلى عنها. طب ما كلمتش أبوك ليه؟ مش عارف يا فاتن، خايف ما يبهدلني. انت شفت المره اللي فاتت عمل فيا ايه؟ مش حال بقى لو عرف ان العروسه تبقى طماطم بنت عم سلامه. انت ما كنتش تعرف الكلام ده بالاول. انا حسن ما تفرقش معايا، المهم هواجهه ازاي. انت راجل وبتقول كده، امال هي تقول لي ايه لابوها وللحته وللدنيا؟ الدنيا اللي بتعتبر البنت اللي عملت كده جربه زباله، يا تترمي يا تتحرق. قول لي اعمل ايه بس يا حسن؟ كلم ابوك، قول ما قلتلوش انت انا هقول له على كل حاجه. خلاص يا حسن انا هكلمه، بس اذا رفض بقى هعمل ايه؟ انت مش راجل يا اخي، اتصرف. روح لابوها واطلبها منه. عارف بقى ساعتها عمك سلامه هيرفض. ايوه، اولا هيخاف من ابويا، تاني حاجه بقى هيحسبها كويس. انا لما اخرج عن طوع ابويا مش هيبقى حيله اللضا، يعني سيد الميكانيكي ده هيبقى احسن مني. هو فعلا احسن مني. وان شاء الله هيقول لابوه امتى؟ المفروض النهارده. مش عارفه، انا حاسه ان الواد ده بيلعب بيكي. طب يعني انا في ايدي اعمل ايه بس؟ دي بس لو تقولي لي هو مين، كنت رحت لابوه قلت له على كل حاجه واللي يحصل يحصل. تفتكري يعني الطريقه دي هتجيب نتيجه؟ طب ايه الحل؟ ههرب معاه. هو اللي قال لي كده؟ اول امبارح شفته خمس دقايق، قال لي لو ابوه ما وافقش هياخدني بيتجوزني. صباح الخير يا بابا. الله بقى يا اشرف، مش المفروض تكون موجود في شغلك دلوقتي ولا انا غلطان؟ لا لا طبعا طبعا يا بابا، بس انا كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع كده. الموضوع ده مش ممكن تتكلم فيه لما ترجع من الشغل. قول يا سيدي، بس اوعى تكون هتكلمني في موضوع الجواز. امال يعني اكلم مين غير حضرتك يا بابا؟ انا مش هسالك على مصاريف الشبكه والمهر والفرح لانك ابني ولازم اعمل لك قيمه، لكن تقدر تقول لي هتعيشها ازاي وفين؟ مؤقتا يعني يا حاج، وده بعد اذنك طبعا. يعني ممكن نعيش هنا او ممكن يعني نعيش في شقه اختي لبنى لغايه يعني ما ادبر شقه. ماشي، طب مش الاول تقول لي مين دي اللي كعبلتك وخلتك مداول كده؟ طماطم يا بابا. بنت سلامه؟ سلامه السرماتي؟ يا سكك يا صايع رمه. طبعا عايزني اناسب سلامه الصرماتي؟ سايبك على حل شعرك، لا نفعت في كليه ولا نافع في شغل، وقلت يمكن ينصلح حالك. وبعدين عايزني احط ايدي في ايد سلامه الصرماتي يا نتن؟ يابا ابوها ملوش دعوه، البنت كويسه. كويسه منين بقى فالح؟ يابا الفقر مش عيب. انما اسمه فقر. ما احنا كنا فقراء يابا. كنا، ما الناس بتبص لفوق، واهو سلامه الصرماتي بص لفوق ولفوق قوي، بص لابن مصطفى الرشيدي ورسم رسمته وخلاك تتكعبل في بنته. ابوها ما يعرفش. انما تعالى هنا، تعالى هنا. منين عاوز تتجوزها ولسه ابوها النطع ما قابلني امبارح عازمني على دخلتها بعد جمعتين؟ ولا ما عندكش خبر؟ ما هو يابا عشان كده انا بكلمك دلوقتي. كده بقى كل حاجة وضحت. يتعمل الفيلم ده تقوم حضرتك تتمحرر بذمتك. انت راجل عايز تحط راسك براس الواد سيد الميكانيكي
ولا اوعى تكون ورطت نفسك معاها. لا يابا لا لا خالص. عارف قطع الموضوع ده مش عايز اسمعه منك تاني، وقسما عظما اي حركه نقص منك اشردك واشردها واشرد ابوها، وانت عارفني كويس لما بقول كلمه هي الكلمه. يبقى مفيش غير حل واحد، انك برضه تتجوزها. انت شايف يعني الحكايه سهله؟ ما ابويا لو عرف هيضرب الدنيا فوق دماغي ودماغها. هيجرى ايه يا ابني؟ ساعتها تبقى الفاس وقعت في راسه. بس بالشكل ده يعني مش هنعرف نقعد في شقه اختي. البلد مليانه شقق مفروشه، نص ساعه تتخلق لك 100 شقه. وبعدين انا برضو محوش 2000 جنيه على الكهرباء، ممكن اديهم لك من بكره. طب وتفتكر احنا ممكن يعني نعمل الحكايه دي امتى؟ اسرع وقت، بكره المغرب. بسرعه كده؟ طب نعرف ظروفها ايه وهنبلغها ازاي؟ وانا اعرف كويس قوي ابلغها ازاي. قول لي يا حسن، انت بتعمل كل ده ليه؟ رايحه فين يا عم؟ رايحه اشتري لي حاجات من السوق يا حبيبتي. وسيمه معاكي المره الجايه. ايه ده؟ ايه الطماطم ده؟ لابسه مبدله يا اختي. بس هعدي على دلال علشان ننزل السوق نشتري شويه حاجات. وماله يا حبيبتي، ربنا يهنيكي. قلتي لابوكي؟ بقولي له انتي. طب بقول لك ايه، ما تستني اختك تاخديها معاكي. الله، هو انا هخرج بقى واجرجر الناس ورايا ولا ايه؟ خلاص يا بنتي، انا ما قلتش حاجه عشان تطلعي فيا الطلعه دي. معلش، حقك عليا. يوفقك يا بنتي يا رب. صباح الخير يا جميل. صباح النور. ايه على فين كده ان شاء الله؟ اصلي نازله البلد اشتري شويه حاجات. طب خمس دقايق بس اغير هدوم واجي اوصلك. لا مفيش داعي تتعب نفسك. لا مفيهاش تعب ولا حاجه، وبعدين انت مكسوفه من ايه؟ ما احنا مقر فتحتنا. اصلي دلال هتنزل تشتري معايا الحاجه يعني. اه كده يعني؟ لا خلاص براحتك بقى. ماشي، عموما انا ايه اخلص النهارده ان شاء الله وهعدي اشرب القهوه مع عم سلام. هتجيلنا ان شاء الله؟ ما تتاخرش. تأمرك. الف سلام الف سلام. قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي ويهني قلب اللي انسعد ويا جميل من حتتي. اه انا قلبي كان هيقع مني وهو مصر ان هو يوصلني. قولي ويه يعني؟ انا مش قاري فتحتك كتكنيله يا اختي، كلها كام ساعه وتديله على قفاه. طماطم مالك يا طماطم؟ طماطم انا برضو خايفه يا دلال. لا يا حبيبتي، بقول لك ايه، الخوف ده بقى معناه انك مش مقتنعه باللي هتعمليه وانت لسه على البر. لا بر ولا بحر، اهو نصيبه اتكتب عليا. انا بس كل اللي هممني ابويا وامي اخواتي البنات وسمعتهم. بقول لك ايه، سكي على الحكايه دي خالص، فكري في نفسك وبس. ما ينفعش، انا بس قلقانه على ابويا وامي، هبقى اطمن عليهم منك. لازم تبقي تروحي لهم الشرابيه كل يوم وانا هبقى اكلمك. سكي. طبعا. ايه دول؟ هعمل بيهم ايه دول؟ فلوس، خليهم معاكي اكيد هتحتاجي لهم. الطلبيات اللي لازم نسلمها الجمعه دي اكتر من البضاعه اللي في المخزن. ماما عشان كده يا حاج انا اتصلت بتوع اسكندريه وبستفتوهم يعني يا حاج عشان يستعجلوا الحصه بتاعتنا. تكلمهم تاني والصبح تبعت لهم فاكس علشان لو اتاخروا نطالبهم بالشرط الجزائي. حاضر يا حاج. ايه مالك؟ مش على بعضك ليه؟ ابدا يا حاج، وبعد اذن حضرتك يعني كنت عايز اروح مشوار كده يعني. مشوار؟ مشوار فين؟ احنا هنعيد من تاني. يا حاج ابدا يا حاج، كل الحكايه بس ان رمزي صاحبي عمل حادثه بالعربيه فرقت في المستشفى فواجب يعني. اه واجب برضه. هتغيب قد ايه؟ ساعتين زمن يا حاج. ماشي، بس يكون في معلومك يا اشرف،
اي دقه نقص من اياه لا هرحمك ولا هرحمهم، انت فاهمني؟ فاهم يا حاج، فاهم. ما قدرتش يا حسن تنادل. طول عمري بحلم بالليله دي، كل ما اشوفك قدامي اقول لنفسي امتى الزمان يسمح يا جميل. والحمد لله او سمح واداني احلى حاجه كنت بتمناها في عمري، اداني احلى طماطم. معلش ما انا عارف الليله دي بتبقى صعبه شويه، لكن معلش اعذرينا طماطم، انا جوايا نار قايده، نار قايده بقالها مده طويله قوي، وانت اللي هتطفيها. انا بس كنت عاوز اتكلم معاك شويه الاول. طبعا حبيبي، ما احنا هنتكلم ونقول احلى كلام، انت هتقول اللي عندك وانا هقول اللي عندي. ايوه بس يمكن الكلام اللي انا هقوله لك يضايقك شويه. لا لا، اي كلام منك هيبقى مقبول، هيبقى على قلبي زي الشاهد المكرر. مش تسمعي الاول؟ قول يا حبيبتي، قول عايزه تقول ايه. بس الكلام اللي انا هقوله لك ده اصعب كلام ممكن تقوله واحده في ليله فرح. في ايه وقعد قلبي؟ قولي اي كلام منك مقبول يا طماطم، قولي. أنا إيه؟ مش إيه؟ قصدك فيها حاجة؟ أيوه. وجعت قولي دلوقتي، ما قلتيش من الأول ليه؟ يعني عايز تستغفريني؟ يا لهوي بتسألي في ايه؟ اسألوا بالتوب.
ايه الحكايه يا سيد؟ حكايه؟ ملعوب بكاشه بس رماطي، عايز تلبسني العمه؟ ماليش الا انا؟ طب شوف واحد غشيم، مش واحد الرصيف واخد من جسمه رقاب والدنيا نقراش دماغه؟ انت بتقول ايه يا سيد؟ فاتح حلقك علينا كده ليه يا سيد؟ انت لسه سمعت حاجه؟ بنتك الشريفه العفيفه لا طلعت شريفه ولا عفيفه. يا مسامتي يا مسامتي ما طلعتش اول يد اصلا سلامه. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا سيد؟ طماطم بنتي؟ انت يا بتخرف يا بتفتري علينا يا سيد. بقول لك ايه، بلاش الافلام دي معايا انا، اهي قدامك اسالها يمكن تقول لك مين وازاي. وعلى كل ده ما يخصنيش انا، اللي يخصني ان بنتك طالق، طالق بالثلاثه سابع البرومبه. اوعي وبعدها لك يا سلام، اجيك على الحال ده بقالك يجي جمعه، لا ولا شرب غير السجاير اللي بتحرق فيها. وانتي ليكي نفسي تاكلي يا نعيمه؟ هنعمل ايه بقى؟ نصيب متكتب عليه. قولي عار عار وغرقنا فيه. خلاص خليك كده بقى لغاية لما تجيلك نقطة وتروح فيها. يا ريت يا ريت ولا عيش اليوم اللي دماغي تتحط فيه في الوحل. أهون عليك أهون عليك تسيبني أنا والعيال نتلطم، إحنا لينا من غير. أهو ده اللي شلني، ده اللي شلني بقى اللي ريشة بحر. طب استهدى بالله، استهدى بالله كده وكلك لقمه وتوكل وافتح دكان. ده انت وراك حلق مفتوح. افتح الدكان ازاي يا نعيمه؟ وافتح في عينين الناس ازاي؟ زمانهم عاملين سلوتهم. وهنعمل ايه في امر الله؟ هنكفر ولا هنكفر؟ وبعدين بقى الناس مصيرها تنسى. لا لا، مع الفقير لا ينسوا ليه؟ ملهمش مصلحة معاه. يا سيد انت بتعمل ايه؟ بلم حاجاتي زي ما انت شايف يا اسطى. ليه ان شاء الله حد زعلك ولا حد داسلك على طرف؟ ولا كنتش انا زعلتك؟ استغفر الله يا اسطى، انت عمر العيبه ما طلعت منك لا ليا ولا اي زبون. بس انا حاسس ان خلاص ماليش وعد هنا لا في الورشه ولا في الحته كلها. ليه ان شاء الله؟ اه كنتش انا عشان اللي حصل؟ يا راجل ده كل واحد بقى ما يتوفقش في جوازته ويسيب شغله ويسيب حتته، ده الدنيا تخرب. بس انا اللي حصل لي ما حصلش لحد يا عم حامد. انا ببقى قاعد قدام الورشه وشايف اللي رايح واللي جاي، وهو عمال يبحلق فيا وعينيه فيها كلام زي السم. وانت كنت تعرف البلوه اللي حصلت؟ وديك هو لما عرفت اتصرفت زي اجدع راجل عتره وابن بلد. برضه يا اسطى لا لسانهم ولا عينيهم هترحمني. سيبني امشي عن المعروف، يمكن ينسوني وينسوا حكايتي كلها. تعرف يا اسطى انا ساعات بقول صحيح طماطم تستاهل الذبحه اللي عملته ده، لكن في الاخر بقول معذوره، ما هي برضو كانت ضحيه لواحد تاني نادل جبان. لكن هنقول ايه؟ ربنا يستر علينا وعلى ولايانا. اشوف وشك بخير يا اسطى. مع السلامه. لو عوزت اي حاجه انا موجود، انا في خدمتك. انا اتحرمش يا اسطى حامد. الف سلام. سلامه الله. وجالك قلب
شهر بحاله ما تشوفيش دودو حبيبتك. دلال وحشتيني وحشتيني قوي يا تمام. انا عارفه انك لازم اجيلك بس عارفه اكيد ابوك يمنعك انك انت تجيلي. طبيعي انا مش زعلانه. يا حبيبتي يا طماطم كفاياكي بقى عينيكي ورمت. يا ريتك سمعتي كلامي. المقدر لا بيسمع ولا بيشوف. وهو ما حاولش يتصل بيكي بعد اللي حصل؟ اتصل يعتذر لي والا يقول لي انا اسف انا طلعت ندلي. ما علينا. انت اخبارك ايه واخبار السيما ايه؟ يظهر كده انك مش واخده بالك. انا اعتزلت التمثيل قبل ما ابتدي. اتخطبتي؟ الف مبروك. اتكلفت في يومين، يوم قرايه فاتحه ويوم شبكه وخطوبه. احسن احسن من الطريق اللي انت كنتي ماشيه فيه. مين عارف ممكن نهايتك كانت تبقى زي. بعدين معاكي بقى يا طماطم. المهم قولي لي اكيد طبعا العريس ايما وسيما برضه. ابوه صاحب ابويا اشرف ابن مصطفى الرشيدي. هنا حسن انا بدور عليك. ايه يا اخي دوختني معاك. ايه ده ايه ده؟ انت عايز تمشي وتسيبني ولا ايه؟ اقعد يا حسن اقعد. اقعد يا اخي. ده انا لسه معدي عليك في البيت وعيونك لسه نازل. ايه المناسبه؟ الحاج بعتني علشان ترجع شغلك تاني. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده. ايه يا حسن؟ ما تنساش برضو ان الحاج هو اللي مربيك. يا سيدي اعتبرني قليل الاصل. جراية يا حسن. مش شايف انك مزودها حبتين؟ وبعدين بقى موضوع طماطم ده موضوع يخصني انا. لا انت اخوها ولا حبيبها. هو شرف الناس عندكم مالوش اي دي. انا كان في ايدي ايه اعمله يا حسن؟ ما منكش فايده. هتفضل طول عمرك عيل. من اذنك. النور. دلال موجودة؟ لا مش انا. ايه يا ماما؟ اهلا اهلا يا طماطم اتفضلي اتفضلي. طماطم ما تزعليش من ماما. انا خلاص بطلت ازعل. طب طمنيني اخبارك ايه؟ أنا جاية النهاردة عشان نتحاسب. نتحاسب؟ الفلوس اللي انتي اديتيهاني في اليوم اياه وما احتجتلهمش خلاص مالهمش لازمة. خليهم معاكي. لا أنا مش محتاجاهم. كتر ألف خيرك. أديني برجعهم لك أهو. ممكن بقى ترجعيلي اللي عندك؟ إيه اللي عندي؟ أشرف عريسك. أشرف هو؟ أيوة هو. حاول لما جيتي قلتيلي مخي ولساني اتشلوا. بعد ما مشيتي قعدت أفكر هقولك ولا لأ. بس لقيت إن أنا لو سكت وما قلتلكيش خيانة ليكي ولنفسي. واديكي عرفتي دلوقتي هتتصرفي ازاي. عايزاك في كلمتين.
قوي. تعالي. وعايزه الناس كلها تسمعني كويس. انت ما جيت انت وابوك الحاج الرشيدي وطلبتني وانا وافقت، ما كنتش اعرف اللي عملته مع طماطم اعز مخلوقه عندي، ودلوقتي بعد ما عرفت ما يشرفنيش ارتبط بواحد زيك. انا قلت كل اللي يخصني، لكن صاحبة الشقة ممكن تقول اللي يخصها. انا هحكي اقول ايه؟ اصغر عيل في الشرابية عارف حكايتي، مفيش عيلة لما لبقت حكايتي عدايا وسهرايا. انا ما بقولش انك انت ضحكت عليا او خدعتني او شربتني حاجة اصفى، انا عملت ده وانا عارفة انه غلط، انا عملت عشان حبيتك، كنت فاكرة انك انت كمان بتحبني، انا قلت ده ابن ناس ومش ممكن يتغلى عني، افتكرت انك انت هتقطع لسانة الناس اللي عمالة بتنهش في عرضي، اللي بيشيل التراب والطين وبيحطوا على راس ابويا وامي. بدل ما تعمل كده ضيعت اخت احس صديقه ليا. انا دلوقتي قدام الناس دي كلها بطلب منك انك تسترني، تستر عيله بحالها. استر ايه؟ استر ايه واحد ببيه؟ انت بتتبلي عليا ولا ايه؟ اسمعي في الشويتين اللي انت بتعمليهم دول مش معنى كده انك هتورطيني. لا بقولك ايه، روح شوفي مين عمل الحكايه دي وروح ارمي بلاك عليه. ايوه يلا غوري من هنا، غوري بقى. يا رب يسكتك يا رب، انت يا بنت امي فز، مش مالي عينك يا روح امك ولا ايه؟ انت عايزه مني ايه بس؟ عايزه اتملى بجمال اللي خلفوكي. لما صبحيه كوماندت العنبر تقول لي قومي يبقى كلمتها ما تستناش. اسمك ايه يا روح امك؟ اسمها طماطم يا كوماندا. طماطم؟ عشان كده شكلها مفعص. لا يا كوماندا لا، بالراحه دي بان عليها مستويه قوي ووش القفص. ها يا بيت، هتدفعي الاشتراك ولا هتخدمي؟ ما تخلي عندك نظر، هي دي وش خدمه برضو، اللي زي دي تتستت وتتهني. على ايه يا اختي؟ دي شكلها مقشفر والبوتات هاري ايديها. جرى ايه يا صبحيه؟ ما تلمي نفسك انت والبت اللي معاكي دي. يلا اختي طرقونا، اشتراك طماطم عندي. يلا رزقك في رجلك يا سونا. شكرين ليلتك بدا يا سونسون. وانتي انا اسمي سناء، واصحابي اللي بيحبوني قوي بيقولوا لي يا سونسون. مالك انت متاخده كده ليه؟ معلش كلنا في الاول كده. بنت يا زوبه. ايوه يا ست سناء. حضري العشاء واعملي حساب ستك طماطم. حاضر. حضر لك الخير يا اختي. بصي بقى، احنا هنتعشى سوا من حل، وبعد كده انا وانتي للصبح تحكي لي واحكي لك. ده اللي حصل وده اللي جابني هنا.
اللي قبلينا قالوا ايه؟ الحيطه الواطيه ينط عليها الكلاب. ما تزعليش بالك انت يا بنت، لو معاكي قرشين ولا من وراكي مصلحه كان زمان اشترط ربي جزمتك وحط فوق دماغه. انا حتى وجودي في السجن مش ده اللي مضايقني، انا قلقانه قوي على اهلي، يا ترى حصل لهم ايه؟ مش هيحصل لهم حاجه، انسي بقى، انت من هنا وراح تفكري في نفسك وبس. الا بالحق انتي اللي جابك هنا. مكتب التنسيق. مع اني كنت مقدمه على عين شمس، يعني مش عارفه جابوني هنا ليه. لا بجد 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 كنت حيطه واطيه والكلاب كتير، كلب منهم حبيته وجرجرني لحد ما جابني هنا، يعني من اشرف لغيره يا قلبي لا تحزن. انت بتشتغلي ايه؟ انا في المقاولات، اخد الواحده زي كده على المحاره، امعجنها ومحرها والشمبويه على شويه ديكور، وهي مع نفسها بقى تشق طريقها. انت اوعي بقولك ايه، لا 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 ما تفسريش في وشي. شغلتي في العنوان، انا لو ليا في الحكايه دي ما كانش ده بقى حالي، ولا كنت ابقى هنا. الله يخرب بيوتكم بجد، الله يخرب بيوتكم كلكم. في الاول بتقولوا لي كده، بس هتروح مني فين يا جميل؟ ده انا سونسون. ازيك يا طبعا؟ عامله ايه؟ سجن. سجن يا حسن. اديني عايشه. معلش ايام وتعدي. اليوم هنا بعمر بحاله ودي سنة بحالها. الحمد لله انها جت على كده. كتر ألف غيرك يا حسن، ده لولا المعامل اللي انت وقفتهولي كان زماني خدت 7 سنين. إلا بالحق المجني عليه عامل ايه؟ سمعت انه خرج من المستشفى. ايه صعبان عليكي؟ صعبان عليا؟ انت اللي بتقول كده. صعبان عليا نفسي، صعبان عليا اهلي. اللي هم عاملين ايه يا حسن؟ لا كويسين وبيسلموا عليكي. اه بأمارة اني ما شفتش حد منهم من يوم القضية. ما تظلميهمش يا طماطم، ربنا اعلم بحالهم. أمي عيانة؟ أبويا جراله حاجة؟ لا 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 كلهم كويسين، بس يعني اللي حصل لهم ده مش قليل عليهم. بقول لك إيه؟ أنا سبت لك في الأمانات قرشين عشان لو احتجت حاجة. ليه كده يا حسن؟ هي لسه بفلوس المحامي بردت، وبعدين أنا عارفة ظروفك كويس، وخصوصا بعد ما سبت الزفت اللي اسمه الرشيدي ده. لا ما تشيليش هم، أنا دلوقتي مسكت ورشة بتاعت موبيليا في المناصر، وبعمل قد اللي كنت بعمله مرتين. ألف مبروك، تستاهل كل خير يا حسن. مش عايزة حاجة وأنا جاي أزورك المرة الجاية؟ لا بجد بقى كفاية، كتر ألف خيرك، ما تتعبش نفسك عشان خاطري. أنا هتعب أكتر لو ما شفتكيش يا طماطم. بس أنا حسابي كده تقل قوي يا حسن. الزيارة بتاعي. خلي بالك من نفسك، سلمني عليهم وقول لهم نفسي اشوف حد منهم. حاضر، خدي بالك من نفسك. وانت كمان. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم سلامة؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا ابني. شفت طماطم عاملة ايه؟ ازيها يا حسن؟ بخير وزي الفل. قدره مكتوب، هنروح منه فين؟ الحمد لله يا عم سلامة، كل اللي يجيبه ربنا كويس. منه لله اللي كان السبب. روح يا اشرف، ربنا يوريني فيك يوم انت وابوك. ما كفهوش اللي عمله فينا ابنه، لا بيطردنا من الحاره كمان. لولاش انت يا حسن يا ابني، يا
كان زماني انا والعيال في الشارع. جرى يا عم سلام، الناس لبعضها، وبعدين انا وامي عايشين هنا لوحدين. روح يا حسن، ربنا يديك ويعليك ويسترك بحق ما سترتنا. ايه يا فاتن، انت ما بتذاكريش ليه؟ انا كنت لسه بذاكر هنا. طب اطلعي ذاكري بره او ذاكري في اوضتي انا، ما انا مش موجود طول النهار. عاوزين نخش الجامعه بقى ونلحق السنه اللي راحت مننا. ما تأمروش بحاجه تانية يا عم سلامه؟ اكتر من كده يا حسن، كتر خيرك يا ابني. طب تصبح على خير. حسن أفن. انا نسيت ال لا ابدا، الحاجات دي للبنات. عم سلامه لو عاوزين اي حاجه تانية انا في اوضتي حضر صحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الواحد ما عارف يودي جمايل حسن دي فين. محصلش يا روح امك، لقيتي ما دخلتيش مزاجها او طلبتي بكشف الهيئه. بقول لك ايه، انا معيش فلوس عشان ادفعها، وحتى لو معايا برضو مش هدفع. طب تعالي بقى. انتي فقريه وغاويه شرف يا بنتي. افهميني، انتي مش وش بهدله، انتي الدفع فيكي تقلك دهب. ايه ده، انتي بتتكلمي في المواضيع دي كده بكل بساطه؟ اه ليه لا، يعني هو احنا هنضرب حد على ايده؟ الله، ما هو المثل بيقولك الغاوي نقط بطاقيته، وانا بقى لو اطول ان كل الرجاله في الدنيا دي بدل ما تنقط من قلبها فلوس تنقط دم هعملها. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ هو ايه اللي جابك هنا وجابني انا كمان؟ مش الرجاله برضو؟ هوديني وانا خليكي تشوفي اللي عمرك ما شفتيه. انت ما بتزهقيش؟ بحبك. بصي يا سناء، نعم. انا لما بقولك ان انا فعلا غاويه شرف، انا اللي بمثل ولا بكذب ولا بعمل افلام عليكي، فبدل ما تتعبيني وتتعبي قلبك وتوجعي دماغي، من فضلك ابعدي عني وشوفي لك حد تاني. اهلا يا مدام. عن اذنك عايزه طماطم في كلمتين. وماله، طماطم بتاعتي، طماطم بتاعتك، طماطم بتاعتنا كلنا، بس انا لسه معايا كلمتين معاها يعني. طماطم تعالي وراي. طماطم تعالي وراي. خدشي بالك، خدشي بالك. طماطم بنت سلامة السرماتي، مش كده؟ أعرف عني كل حاجة، من أول حارة البدوي وأشرف لحد ما شرفتي هنا. أنا اسمي رجاء، وهنا اللي يقدر يكلم معايا بيقولي يا مدام. وانت عايزه مني ايه يا مدام؟ لا يا حبيبتي، انت اللي هتعوزي مني، على الاقل هنا. مش فاهم يعني، يجي لك اكل 5 نجوم، طعم خدمه، زياره كل يوم، ولو حبيتي كمان ممكن تكملي بقيه مدتك في المستشفى. وده كله ان شاء الله بقى قدامه ايه، مش مهم دلوقتي. تعرفي بقول لك ايه يا مدام، انتوا هتلقفوني لبعض، ما رضيتش للاولانيه هارده للثانيه. نهايته يا مدام، انا ملياش في المشي البطال. انت لسه ما نمتيش يا ام حسن؟ لسه يا ابني. يا ترى ايه اللي ما نايمكيش لحد دلوقتي؟ اللي انت عملته النهارده. روح يا دنايا، ربنا يسترها معاك ويقعد لك في صحتك وعافيتك. هو انا عايز ايه اكتر من كده؟ ويرزقك ببنت الحلال. ايه رايك انه رزقني؟ ما انا عارفه يا ابني، حلوه ومنمنمه وشاطره، وهتخش الجامعه كمان. تقصدي مين يا ام حسن؟ فاتن طبعا، هو في غيرها ولا انا غلطانه؟ لا، طماطم. طماطم يا حسن، اشحال ما كنتش عارف انها. اوعي تكملي يا ام،
انت تعرفي ربنا كويس، والله غفور رحيم، واديكي معاشر الناس لا شفتي منهم باطل ولا عاطل. وبعدين يعني مش احنا اللي دقنا الغلب هنيجي على الناس الغلاب؟ ازيك يا طماطم؟ الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان. ايه؟ تعبتي جوه؟ قوي يا حسن. بس المهم ان انا شفيت غبيري وخلاص. يا ست انسي اللي حصل. فكري في اهلك وفي ناسك. اهلي؟ هما فين اهلي دول؟ انت اصلك على طول بتسلم اللي بيحبوك يا طماطم. الله يكون في عونك. ابويا وامي جرالهم حاجة؟ لا لا بخير. بس من ساعة اللي حصل والرشيدي طردهم الحارة. راحوا فين؟ عندنا في بيتي، ما تخافيش. يلا زمانهم مستنيين. مش هقدر يا حسن. مش هيجيلي هين ابدا احط عيني في عينهم وانا سبب في كل اللي حصل. مش هقدر. طب هتعملي ايه؟ مش عارفه. يا بنتي انا حاسباه باليوم والساعه والثانيه. حسن سناء عارفاه. ازيك يا ابو علي؟ عامل ايه؟ مش برضو كان بيزورنا ايام البعثه؟ ها ناوي تعملي ايه؟ مش عارفه، كنت لسه عماله بتكلم مع حسن. يعني ايه مش عارفه؟ هتيجي معايا اسكندريه طبعا. تيجي معاك اسكندريه؟ اهو تغير جو وتقعد تفكر براحتها عايزه تعمل ايه. خد ما تقلقش تليفوني اهو، لما تحبي تطمن عليها ابقى كلمني. مستنياكي في العربيه. خلص. عاوز اطير جوا بجد، مش هقدر اقول لك حاجه. مالك شكلك قلقان كده ليه؟ مش مطمن. ما تخافش عليا يا حسن، هبقى اكلمك واطمن عليك وانت بقى كلمني وطمني على اهلي. ها حاضر. خلي بالك من نفسك. انت خلي بالك من نفسك. مع السلامه. سلام. يلا يا بنتي. بالدنيا طبعا. يا سلام، ده كفايه قوي. ما شفتش الكوماندا عطيه ولا الشاويش عطيات؟ يا ساتر. قصدك الكوماندا الصبحيه؟ وانا عطيه ما تفكرنيش بيه، ده هي تقطع سيرتهم. ايه اللي جابها بس على الصبح؟ بقول لك ايه، انت عايزاكي كده تقومي تشوفي الحاجات دي عشان اكيد هتطلع مقاسك تقريبا يعني. بس ده كتير قوي يا سناء. مش كتير ولا حاجه، انا عايزاكي تفطري عشان ننزل على طول. هنروح فين؟ هنروح فين يعني ايه؟ ساونا، مساج، كوافير، نعيش حياتنا بقى. السنفرة والبوية. واحد ما يعرفش يهزر معاكي، ما انت عارفاني بحبش غير التشطيب السوبر لوكس. بقول لك ايه يا سناء؟ بقول لك ايه، انت يا طماطم بطلي تفهميني غلط، انا عايزاكي تقومي عشان نشوف دنيتنا الجديدة. علم؟ يلا. دنيتنا الجديدة. انا عايز افهم بس انت بتيني فين يا سناء؟ بطل شغل العيال الصغيرين ده. قلت لك ناس اصحابي عاملين لنا حفله عشان رجعنا من بعد، اقصد باريس. وبعدين بقى بطلي اسئله، خنقتيني زهقتيني. يلا. اهلا اهلا مدام سناء. اهلا يا رشدي، دي ازيك؟ طماطم صاحبتي. هي دي طماطم؟ دي سونسون بتقول فيكي شعر. كان عندي حق ولا لا؟ بصراحه الشعر قليل عليها. كتر خيرك. اتفضل عادي. اتفضل اتفضل. ايه يا رشدي، مش تعرفنا على اصحابك الحلوين دول؟ طبعا، محسن بيه لطفي وسامي بيه العدوي، اكبر تجار عربيات في اسكندريه. دي بقى طماطم صاحبتي، احلى واحده في اسكندريه كلها. لا سوري بقى، في العالم كله. مجامله لطيفه يا محسن بيه. وطماطم هانم اسكندرانيه ولا مصريه؟ هو ده برضو كلام، ما هي باينه. شوكولاته بالمهلبيه. اموت انا في المهلبيه، في صحه المهلبيه.
القمر ما بيشربش. اجيب لك شمبانيا؟ متشكرة، المية ألذ. يا فتونة لسه صاحية؟ بذاكر، هعمل إيه يعني؟ ربنا معاك. تحبي أعمل لك شاي؟ متشكرة يا حسن. أنا إذن حسن، هي طماطم راحت فين؟ أنا مش قلت لك؟ وأنا ما صدقتش. في اسكندرية عند ناس أصحاب. ومين أصحابها دول؟ وليه ما جاتش على هنا على طول؟ بعد اللي حصل لها واللي حصل لكم ما تقدرش تواجهكم قبل ما تواجه نفسها. طب أصحابها دول كويسين؟ ما أعرفش، بس اطمني أنا مش هسمح أي حاجة تحصل لطماطم مرة تانية. تصبح على خير. حسن، بتحب طماطم؟ بس سيبك انتي، رشدي ده مسخره. يعني الاثنين التانيين هم اللي عادلين؟ يا اختي عادلين ولا مش عادلين؟ تعدلهم فلوسهم. عارفه يا طماطم، اقل واحد في دول نايم كده بالبراحه خالص على 10 مليون جنيه. بس سيبك انتي، النهارده يا بنت كنت كده. بالعكس، انا كنت حاسه بقى ان انا دمي تقيل وزي الكوبه. يا سلام، ما هو ده الشغل يا عبيده. عارفه تلاقيهم مروحين مش طايقين روحهم، ينحرقوا ان شاء الله. خدي يا اختي امسكي. الله الله ما شاء الله، ايه كل ده؟ كل واحد يوم غمزك بكارت. طيب عقبال ما يغمزوكي بعربية يا رب. عربية؟ اه عربية، حاجة كبيرة قوي وانتي اقل منها يا طمطم. وطبعا لازم ادفع الثمن. عارفة يا سناء انتي مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك مش قادرة تصدقيني. بقولك ايه، انا عاملة دماغ ومش ناقصني رشيد الشرف بتاعك ده. محدش قالك تدفعي حاجة ولا تعملي حاجة. كل المطلوب منك في الاعداد تطريها شوية، يعني مشيها بطريقة شوق ولا تدوق. مفهوم؟ بعدين محدش طلب منك اكتر من كده. اظن كده مالكيش حجه. تصبحي على خير. افندم. مين؟ مين اللي عايزها؟ حسن؟ حسن مين؟ كان لازم اشوفك واطمن عليك. اديني عايشه يا حسن. شكلك مش مبسوط. هو في حد في الدنيا دي مبسوط؟ يعني الست اللي انت قاعده عندها دي كويسه؟ يعني ما بقاش في حد في الدنيا دي كويس يا حسن. انت يا طماطم. انا امال لو ما كنتش عارف عني كل حاجه. انا عشان عارف كل حاجه عارف انك ضحيه فقر وجهل، ضحيه ناس بيذبحوا القتيل وبيهللوا القاتل. اسمعي يا طماطم، ما دام انت قاعده هنا مش مبسوطه ما ترجعي معايا. لا يا حسن، انا مش ممكن ابدا ارجع الا لما اكون قادره ان انا ارجع لاهلي كرامتهم واخليهم يرفعوا راسهم قدام الناس. يعني قعدك عند سناء هعمل لك كل ده؟ ما تخافش عليا يا حسن. الاخبار ده لال ايه؟ ساعة اللي حصل ما شفناش في الحته، لكن انا سمعت انه ايه جرى لها حاجه؟ طفشت من بيت ابوها. دي بقى لا حب ولا فقر، زمن زمن صعب قوي. صحصحي مالك، فيكي ايه؟ تعبانه قوي يا سناء. السهر تهدي حيلي، كل يوم سهر لحد الفجر. الله يمسيكي بالخير يا شاويشه، كانت بتنيمنا بدري. يا ستي اعتبري نفسك طلعتي دكتوره، ونبطشات بتسهرك كل ليله. لو انت صادقه يا سونسو، الدكاتره ما عندهمش حد يتلزق فيهم ويتمسح فيهم. يا ستي اللي بيتلزقوا ويتمسحوا دول اديكي بتطلع منهم بكوليه، خاتم الماظ واسوره، موبايل، يعني وهو كله في الاخر ما بتخسريش حاجه، كله بالهمسي. ايوه، ما هو الهمسي ده بدايه لللمسي. لا ما تقلقيش، انت عارفه كويس قوي ان في اي حاجه من الحالات دي هنهرب منهم وندور على غيرهم ونبتدي السطر من اوله. الاوردر فين النهارده؟ اوردر ايه يا شيخه؟ رشدي عامل حفله في فيلته في العجمي. يا اختي ما بلاش حكايه الفلل والشقق دي، احنا لسه طالعين من السجن يا سناء. بلاش السيره، انت مش قادره تنسي، قلت لك كنا في باريس. الله، وبعدين هو عازم ناس مهمه جدا، والناس اللي زي دي ما بتسهرش في اماكن عامه، بيرتاحوا في البيت اكتر. لا
ثلاثة محترمين. أهلا صلاح بيك. أهلا كلنا في انتظارك يا باشا. تأخرت عليك ولا إيه؟ أبدا اتفضل. مدام سناء فكرة إنك تعرف طبعا. في حد ما يعرفش السنسل؟ أهلا. ودي فاكهة اسكندرية طماطم. صلاح بيك. إيه ده؟ تقدري تقولي العجمي كله بيمشي بإشارة منه. اتفضل. تعال هنا أريحك. دي ويسكي وتلج كتير؟ يا ريت يا ريت. انا ما شفتش حضرتك هنا قبل كده، دي اول مره تيجي فيها العجمي؟ قصدك تقول اول مره تيجي الاسكندريه اساسا؟ معقول؟ اصلها مش معقول هتسيب لندن وباريس واتينا. ايوه بس اسكندريه ليها طعم تاني وناسها شكل تاني ولا ايه؟ دمهم خفيف وذوق الحقيقه ذوقها. عايزين نعرف بقى مين هيفتتح بقى وسط الرقص. انت بتبص حواليك على ايه يا حبيب قلبي؟ وقدامك الرقص كله على اصوله طماطم اهي. تصدق يا صلاح بيه وانا في باريس عملوا لي حفله وداع وطماطم رقص، بيقولوا برج ايفل اتهز منها. يلا يا طماطم بقى. معلش ايه السهره لسه طويله. خلاص نسيب ايفل شويه ونخش على بيزا. تعرفي بيزا يا سونسون؟ طبعا يا حبيبي، ما انا اللي ميلت حالي. سيدي الحمد لله على السلامة يا ست هاني. الله يسلمك. حطي الشنط جوه وضبي الحمام للهاني. حاضر يا هاني. اتفضلي. أكيد هتموتي من التعب. يعني حمام سخن وتنامي كويس قوي وقبلها ما تفكريش في أي حاجة. هتقومي مية مية. يا مدام رضا أنا مرتاحة لك قوي. ومش عايزة أتصدم فيك أنت كمان. ما قلنا ما تفكريش. وأنا أحب اللي يسمع كلامي. مدام رجاء، أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ دلوقتي وهنا بس أقدر أقولك، أنت هتحلي محلي. في إيه؟ في شغلي. أنت عارفة أنا بشتغل إيه؟ قلتيلي ست أعمال. بجهز الأعمال. يعني لو واحد بيشتغل في حاجة مش عارف يجيبها بنجيبها له، ولو واحد معهوش فلوس يشتغل نجيب اللي يموله. وانتي تاخدي العمولة. برافو عليكي. طب اخترتيني انا بالذات ليه؟ بعد ما اتورطت في القضية اياها اسمي ما ينفعش. اتضرب في سوق البيزنس. وكان لازم الاقي حد يحل محلي. مش اي حد. واحدة تبقى غلبانة ومكسورة وترضى بقليله. وحلوة وذكية وصعب حد يقولها لا. مش جايز انا اقول لا. جايز. بس تبقي غبية. طب يعني مش يمكن اتمسك في قضية زيك؟ يمكن بس ده لو طمعتي، لكن طول ما انا ماسك الريموت كنترول مفيش حاجة من دي هتحصل. طب ده مؤاخذة، يعني انا هستفيد ايه؟ شاطرة يا طماطم، ده اول واهم بند في اللعبة بتاعتنا اكتر مما تتخيلي. طب انا ليه طلبات؟ قولي. عايزة يعني عايزة شقة لأهلي. وايه تاني؟ وعايزه شغلانه كويسه لابويا. بالنسبه للطلب الاولاني، بكره بالليل اهلك هيكونوا نايمين في شقه في المهندسين. وبالنسبه لموضوع الشغل، سيب الموضوع ده شويه. طيب في طلب تاني نسيت اقولك، ما تكونيش طماعة. لا الطلب ده مهم قوي بالنسبه. أفندم الأستاذ حسن موجود؟ أيوه يا ابني. أيوه الأستاذ حسن؟ في إيه؟ لو سمحت تفضل معايا. حسن طماطم. إيه ده؟ أنت إزاي عرفت إن أنا هنا؟ أنا اللي جبته بطريقتي. إمبارح وإحنا راجعين من إسكندرية طول السكة بتتكلمي عن حسن. كنت قلقانة إزاي هيعرف عنوانك؟ وانت بتقولي ان وجوده مهم قوي. ايوه بس مش شايفه حضرتك يعني ان الطريقه دي كانت صعبه شويه. المهم النتيجه. اسيبكم بقى تتكلموا مع بعض. ازيك يا حسن؟
وحشتني، واخواتي واهلي كلهم وحشتوني قوي قوي. انت كمان وحشتينا كلنا. بس انا عاوز اعرف انت هنا فين وبتعملي ايه؟ دي حكايه طويله بعدين احكيها لك. المهم دلوقتي انا عاوزاك تبقى معايا. معاكي فين؟ هنا. هعمل ايه؟ اصل مدام رجاء هتشغلني معاها، وانا اصريت انك انت لازم تبقى موجود معايا. هنشتغل ايه؟ في التجاره، يعني في الصفقات و في حاجات كتير، والعمولات كمان. سمسره يعني؟ هي مدام رجاء دي مش كانت معاكي في السجن؟ ايوه يا حسن. يبقى شغلها مش مظبوط، يا اما ما كانتش دخلته. انا اسف، مش قصدي، انت حاجه تانية. عشان كده انا محتاجه لك جنبي يا حسن. حتى لو عملت حاجه غلط انت الوحيد اللي هتبعدني عنها. يا حسن انت ما تتصورش انا بعزك وبثق فيك قد ايه. انا لو ليا اخ ما كنتش احبه زيك. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا يا هاني. اهلا بيك. اهلا يا فندم. بنك نور يا طماطم هاني. ميرسي قوي يا فندم من ذوقك. الحقيقه سهره امبارح كانت تجنن. هي كانت تجنن بس عشان حضرتك كنت موجود. الله. انا مش عارفه لحضرتك، انا عارف الناس المهمين اللي زيك بيبقى وقتهم من ذهب. الحقيقه انا جايه ومعايا كل الاوراق والمستندات بخصوص قرض الاستاذ ممدوح العشماوي. حسن. اهي الاوراق. حجة الارض واثبات ملكيتها. دراسة جدوى المشروع وطلب القرض. الحقيقة الاوراق مستوفية، لكن القرض مغالى فيه، يعني ما تتناسبش مع قيمة الارض، يعني عايزين ضمانات تانية. الارض مساحتها 850 متر مربع، وتمن المتر في المنطقة دي حوالي 10,000 جنيه، والمطلوب 5 مليون، يعني أقل من قيمة الأرض بكتير. البنك لسه مقدر أرض في نفس المنطقة ب 3,500 جنيه المتر، يعني أقل من نص. أيوة بس اللي أنت بتقول عليها دي مش هتسكن فيها طماطم، يبقى تستاهل ولا لأ؟ ده لو على كده يبقى ما تتقدرش دماغك. لطيف جدا حضرتك. على فكرة حسن عنده معرض عربيات كبير قوي، ولما عرف ان عربيه حضرتك عطلت امبارح اتنكد واتضايق جدا جدا، ونقلك 180، حلفت براس ابوها ان ما يدفع فيها ولا مليم، وخصوصا لما عرفت ان حضرتك اللي هتركبها. والله مش كده يا حسن؟ كده تجنني يا طماطم، تجنني بجد. طب ايه رايك في تلمستك؟ تلميذة ايه بقى؟ ده انت طلعتي استاذة ورئيسة قسم. ايه ده؟ انت رايحة فين؟ انا ملحقتش اقعد معاكي. لازم الحق اجهز لحفلة بكرة، جاي فيها ناس مهمين قوي. ناس مين؟ خليها مفاجأة. هو حسن ماله؟ مش عارفة. طب امشي انا بقى، وما تنسيش تعزمي حسن بيه رضوان بكرة. اوكي باي باي. مالك؟ مفيش. لا بجد، مين مزعلك؟ انت يا طماطم. انا زعلتك في ايه؟ كل اللي بتعمليه، كل حياتك غلط. انا يا حسن؟ ده انت معايا في كل خطوه وشايف كل حاجه بعينيك. عندي مصيبه يا طماطم، شايف ومش قادر اتكلم، واللي اسخم اني شايف ومش قادر ابقى. ابعد عني يا حسن. طب لو حتى بعمل حاجه غلط المفروض انك انت تبعدني. ثم انت ايه اللي مضايقك؟ كل حاجه، الشغل، البنوك، رجال الاعمال، مدام رجاء. انت معايا ما سبتنيش ولا دقيقه. عمرك شفتني بتكلم مع حد فيهم غير في الشغل. بس بتتكلمي ازاي؟ بتكلم ازاي يا حسن؟ شوف انت بقى. عشان يعني بتدلع شوية يا حسن، دي لغة العصر.
اللغة العالم كلها بيعرفها من غير لا قاموس ولا ترجمان. اللغة اللي نقلت أهلي من الشارع لشقة في المهندسين. اللي خلت أبويا السراماتي صاحب أكبر مصنع جلود. اللي خلتني أنا طماطم هانم بعد حارة البدوي ما كانوا بيقولوا عليا. أنا خايف عليك يا طماطم. تخاف عليا إزاي وأنت جنبي يا حسن؟ هفوت عليك بكرة. مساء الخير يا أستاذ حسن. مساء النور. ها عملت ايه؟ عرفت مكانها. لا 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 عايزه تعرفي عملت كده ليه؟ انت السبب، انت السبب في كل اللي حصل لي. انا السبب في ايه دلالي؟ ايوه انت السبب. طول عمري كنت بشوفك احسن مني واعقل مني. انا كنت بخاف اغلط تزعلي مني. لغايه ما غلطت، لغايه الدنيا ما غدرت بيكي، لغايه ما شفت حبك واخلاصك بتداسوا بالرجلين، وان كويس بقى زي الوحش. يعني من الاخر ما بقتش تفرق. لا تفرق يا دلال. ما تنسيش ان انا كمان غلط. بعد كل اللي حصل لك بتكلمي عن الصح والغلط؟ مستنيه ايه؟ مستنيه ايه بعد الغدر والفضيحه والسجن؟ ولا لسه عايزه تفهميني انك طماطم البريئه بتاعت حاره البدوي؟ ولا عايزه تفهميني ان النقله الكبيره دي كلها صح؟ واذا قلت لك اه تصدقيني؟ اصدقك. لاني ما قدميش حاجه غير اني اصدقك. عارفه يا طماطم انت الصدق الوحيد اللي في حياتي. هيا مدام رجاء، عملت لنا ايه في موضوع الاسمنت؟ ما تقلقيش، كام يوم وخلصوا لك ان شاء الله. اهلا طماطم حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. اهلا اهلا يا فتحي. الجماعه هنا خدت بالي على طول. طبعا اعرفك يا دلال صاحبتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا، ده انا ايام ما طماطم حكيت لي عنك. يا كسوفي. اتفضلي اتفضلي. خالد بيه طماطم تشرفنا هنا. مساء الخير. طبعا معالي الباشا غني عن التعريف. طبعا التلفزيون والجرايد شغالين على حس. ربنا يخليك. اهو الباشا بقى هو اللي في ايده حل المشكله بتاعتك. معقوله الهانم عندها مشاكل زي الناس العاديين؟ ميرسي قوي على الكومبليمون دي يا فندم. لا دي الحقيقه. بس يا ترى ايه المشكله؟ قبل المشاكل الباشا يشرب ايه؟ ما انت عارفه يا رجاء هانم، يا ريت عصير لو سمحتي. لقيتي لك زميل. ثانيه واحده. ويا ترى طماطم ده بقى اسمك الحقيقي ولا الشهره؟ لا اسمي الحقيقي. هو مش باين عليا؟ ايه؟ اني مجنونه؟ اتفضلي. ايه يا حسن؟ رايح فين؟ ماشي. ليه؟ حصل حاجه؟ لا ما حصلش، مخنوق شويه. اخس عليك يا حسن، وتسيبنا؟ تسيب طماطم؟ ما هي اللي سايبانا. معلش، بتشوف ضيوف رجاء. بقول لك ايه؟ هو الحفلات الناس المحترمين دي ما فيهاش اكل، يعني هنقضيها ميه كده على طول؟ اضحك بقى يا بايخ. دي تليفوناتي كلها بما فيها المحمول الخاص بتاعي، وانا ببقى موجود من الساعه 8 في مكتبي. هكون سعيد جدا لو شرفتيني. ده انا هتبقى بالنسبه لي اتحققت امنيه غاليه جدا. Thank you.
ألف مبروك يا عم سلامة. مبروك يا عمي. اتفضل يا عم سلامة علشان نكتب الكتاب، المأذون وصل. إيه لا لا، الشرط الأول يا أشرف. طبعا طبعا، اتفضل يا حاج اتفضل. يا عم سلامة أنا يشرفني. لا يا حاج، يا ريت في الميكروفون، صوتك هيبقى أحلى. يا عم سلامة أنا يشرفني إني أطلب إيد بنتك طماطم لابني أشرف. وأنا حاج مصطفى يا رشيدي، أنا سلامة السراماتي، بقول لك وبعلو صوتي ما يشرفنيش إن أجوز بنتي لابنك. ومش بس كده، ده أنا كمان ما يشرفنيش إن أحط إيدي في إيدك. يرضيكم يا ناس، يرضيكم إن أحط إيدي في إيد الراجل اللي داس على أرضي، الراجل اللي رماني ورمى لحمي في الشارع وحرم عيالي من قوتهم؟ لا لا، ده انا كمان ما يشرفنيش ان اقف في المكان اللي انت واقف فيه، ما يشرفنيش ابدا ابدا. استنى استنى يا عم سلامة، انا لسه ما قلتش كلمتي. الناس كلها والحارة كلها تعرف مصطفى الرشيدي وصل اللي هو فيه من ايه. كان ممكن قوي اعمل نفسي ان انا نفسي، بس في حالة واحدة، لو كان لسه في ذرة حب في قلبي من ناحيتك، او حسيت في يوم من الايام انك انت الراجل اللي ممكن يحميني او يحمي عرضي، لكن للأسف زي ما جه اليوم اللي خفت من ابوك وبعتني، ممكن اي حد يجي يخوفك ويتبعني تاني. يا اهل حارة البدوي، انتوا في يوم من الايام جيتوا زفتوني يوم فضحتي، انتوا مديونين ليا بزفه تانيه، بس يوم فرحي، فرحي على الشهامه والرجوله على حبيبي على ابو علي، عليك يا حسن. مالناش غيار، وبجدعنتنا وبفهلوتنا احنا اللي شوشرنا على الرادار. احنا اللي هم غير هلم، ما تيجي هبة مالناش غيار، وبجدعنتنا وبفهلوتنا احنا اللي شوشرنا على الرادار. شغل الاونطة نديله بنطة، وفي اي حد الكبار، شغل الأونطة نديله بنطة، وفي أي حتة احنا الكبار.